بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، من الأشياء المفيدة التي يجب على طالب العلم وسالك هذا الطريق أن يتعلم آداب العالم والمتعلم، لأن كثيرا من الطلبة لا يعرفون هذه الآداب، فبالتالي ربما يحدث منهم ما يكون منفرا أستاذهم منهم، أو ربما يحدث من الأستاذ ما يكون سببا في تنفير الطلبة منه. العلاقة بين العالم والمتعلم أو الأستاذ والتلميذ هي علاقة المودة والرحمة، ليست علاقة التعالي والتناحر، هي علاقة التكامل لا علاقة التآكل، هي علاقة البناء والتعاون لا علاقة التنمر والهدم. في ضوء هذه الجمل نطالع هذا الباب، باب جامع في آداب العالم والمتعلم، والأثر 806، أثر عطاء ابن يسار عليه رحمة الله، قال: ما أوى شيء إلى شيء، ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. هذا أثر إسناده صحيح، يعني أفضل ما ينبغي أن يتصف به العالم الحلم. الحلم، الحلم فيه معاني كثيرة، من أشملها التأني أي عدم العجلة، والصفح أي عدم المسارعة في إيقاع العقوبة، والتجاوز عن الهفوات والأخطاء، وأيضا لين الجانب للقريب وغض الطرف عنه. دي كلها أشياء متعلقة بماذا؟ بالحلم. والحلم إما أن يكون وهبيا وإما أن يكون كسبيا، وأصله إذا كان وهبيا فهو أعلى وأجل، يدل على ذلك حديث الأشج العصري عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وإن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله، قلت: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. يبقى أفضل شيء يتصف به العالم بعد توفيق الله تعالى له في العلم أن يكون إيه؟ حليما، أن يكون حليما. الأثر 809، أثر رجاء ابن حيوة وهو من التابعين، قال: يقال: ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان، ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان. إذن الإيمان زينة الإسلام، وما أحسن الإيمان ويزينه التقوى، فزينة الإيمان التقوى، وما أحسن التقوى ويزينها العلم، وما أحسن العلم ويزينه الحلم، وما أحسن الحلم ويزينه الرفق. هذا أثر حسن. قبل ذلك قلت لكم بأن الرفق إما أن يكون في القول وإما أن يكون في الفعل، فإذا كان الرفق في القول سمي لينا،
وإذا كان في الفعل سمي لطفا، كقول الله عز وجل لموسى وهارون لفرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وإذا كان في الفعل سمي لطفا، وذلك كحال الفتية الذين ذهب أحدهم ومعه ما يشتري به الطعام، فأمروه فقالوا له: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وليتلطف أي ليمشي برفق. إذن الرفق في الفعل لطف، والرفق في القول لين. يبقى أحسن الحلم أن يكون الإنسان رفيقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما وضع في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال ابن زنجي البغدادي: وما شيء أسر إلى لئيم، هذا في الهامش تحت، وما شيء أسر إلى لئيم، أرجو ضبط الأبيات، وما شيء أسر إلى لئيم إذا شتم الكرام من الجواب. يعني اللئيم ممكن يشتم الكريم، وأحسن حاجة عند اللئيم إن الكريم إيه؟ يرد عليه. وما شيء أسر إلى لئيم إذا شتم الكرام من الجواب. يا سلام، متاركة اللئيم بلا جواب أشد عليه من مر العذاب. يعني لو أن لئيما لم تجبه فإنك بذلك تجرعه العذاب، تذيقه العذاب، بتسئيه العذاب. إذن اللئيم هذا يعني لا تنظر إليه ولا تلتفت إلى كلامه، حتى لو قال: أنا شوف فلان داقي الصليب على إيده، إن شاء الله يقول مهما يقول، أنت لا تلتفت إليه، لأنك لو التفت إليه وأجبته هذا ما يريد، هذا ما يريد. ولذلك قال أبو حاتم: لو كان للحلم أبوان لكان أحدهما العقل والآخر الصمت. يا سلام، لو كان للحلم أبوان، لو كان للحلم أبوان، والله كلمات جميلة. لو كان للحلم أبوان، يعني الحلم ده ابن صغنون وله أبوان، الأب الأول هو العقل والأب الثاني هو الإيه؟ الصمت. الصمت. وقال بعض الأدباء: العلم والحلم حلة كرم للمرء إذا هما اجتمعا. العلم والحلم، كم من وضيع سما به العلم، والحلم فنال السمو وارتفع. صنواني، يعني اثنين لا ينفكان، صنواني لا يستتم حسنهما إلا بجمع لذا وذاك معا. إذا لابد مع العلم ماذا؟ الحلم. لابد مع العلم الحلم. ولقد أحسن ابن المبارك رحمه الله حيث يقول: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد، أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد، فاقتبس حلما وعلما ثم قيده بقيدي. الاثنين دول هنحفظهم دلوقتي. أيها الطالب علما، يعني مش هنأذن ليش لما تحفظوه. أيها الطالب علما ائت حماد ابني ولا ابنة؟ ها، ابني ولا ابنة؟ بدل، يبقى ايه؟ ابنة. ائت حماد بن زيد فاقتبس حلما وعلما ثم قيده بقيدي. من يقولهم عشان نأذن العشاء؟ تفضل. حلما وعلما ثم قيده بقيدي. ماشي، نأذن العشاء بقى. من جملة الآداب
الأثر 822 قال الشافعي عليه رحمة الله: من حفظ القرآن عظمت حرمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن عرف الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. هذا الأثر صحيح، وأخرجه البيهقي في مناقب الإمام الشافعي. الأثر 828 قال شعبة: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد، كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. هذا يدل على الحرمة الكائنة والقائمة بين التلميذ وبين شيخ، إسناده صحيح. الأثر 829 أثر هشام ابن حسان عن الحسن قال: كان طالب العلم يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه، كان طالب العلم يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه. الأثر 832 عن الشعبي قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة، وهناك لفظ أن هذه الجنازة كانت لأم زيد بن ثابت، ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، الركاب يعني حتى يكون قريبا منه، فصار قريبا من مجامع قدمه أو نحو من ذلك، فقال له زيد: خلي عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء، يعني الإنسان يتواضع للعلماء حتى ولو كان ذلك الأمر يعني فيه أن ينزل عن شيء من عليائه. هذا أثر صحيح. 835 أثر ميمون ابن مهران قال: لا تماري عالما ولا جاهلا، لا تماري أي لا تجادل ولا تناظر ولا تدخل في مناقشة طويلة النفس مع عالم ولا مع جاهل، فإنك ما ريت فإنك إن ما ريت عالما خزن عنك علمه، خزن أي حبس عنك علمه، إن ما ريت عالما أي جادلته وناقشته خزن عنك علمه، وإن ما ريت جاهلا خشن صدرك، خشن صدرك أي أوغر صدرك وامتلأ غيظا وكرها. وهذا إسناد صحيح. الأثر الذي بعد ذلك 843 عن أبي سلمة أنه قال، ودي برضك تطبيق عملي للأثر الماضي: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا، لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. أبو سلمة ابن عبد الرحمن ده ثقة تابعي كبير، توفي سنة 94 هجرية، وكان من فقهاء مكة. الأثر الذي بعد ذلك 444 قال الشعبي: كان أبو سلمة يماري أي يناظر ويجادل ابن عباس، فحرم بذلك علما كثيرا، أي لأنه كان يناقشه ويجادله ويناظره حرم بذلك علما كثيرا. وهذا أثر صحيح. قال بعض الحكماء: إذا جالست العلماء
فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. 847 قال الشعبي، وهذا هو الأثر الأخير وبالختام: جالس العلماء فإنكم إن أحسنتم حمدوكم. يعني ده يعني منة كبيرة إن الناس تجالس أهل العلم. جالس العلماء فإنكم إن أحسنتم حمدوكم، وإن أسأتم تأولوا لكم وعذروكم، وإن أخطأتم لم يعنفوكم، وإن جهلتم علموكم، وإن شهدوا لكم نفعوكم. إذن هذه بعض الآداب، وهناك آداب كثيرة، ولكن الشيخ جعلها في فصول لاحقة، وكلها آداب متعلقة بالطالب والعالم، بحيث إن الإنسان يتعلم كيف يكون مؤدبا متأدبا مع شيخه ومع جلسائه وأقرانه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الأمين أصحابه الميامين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.